الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تحية نضالية في إطار الجماهير الشعبية. اليوم الخروج ديالنا السريع كيجي باش كينددك بعمل حكومي إلى جاز القول باش نقولوا العمل الحكومي، لأن كنشوفوا هناك تهاون، هناك شعارات رنانة هي مجرد نوايا، وليت أنها كانت نوايا حسنة فهي كتجي باش كتحط واحد المخطط مخزني وكتطبقوا لينا على أرض الواقع. حنا كنشوفوا مشاريع القوانين اللي غادي يكون تاع الاضراب او فيما يخص المعطلين والناس اللي عندهم المحضر ديال 20 يوليوز كيتنكروا ليه. وبالامس القريب في عهد حكومه درس سطو ان حكومه ديال بن كيران او حزب العداله والتنميه اللي كان كيتكلم على ضروره الادماج ديال الناس ديال المحضر ديال الجوز غش اللي كان في عهد درس سطو، الان كنشوفوا التماطل ديالها والتعامل كيتغطاو دائما بالدستور وكيتغطاو دائما بما هو قانوني بين قوسين. حنا كنعرفوا التلاعبات على القانون، فحنا كأطر مجازة معطلة جهة الدرب الكبرى كنندزو بهذا التماطل وكنندزو بهذا العمل الجبل اللي كتقوم به الحكومة. وأنا شخصيا وباسم كل المجازين وبكل أطر وبكل الشباب المغربي كنعلن وكنطالب من جميع الشباب باش يسحب الثقة ديالو من الحكومة ديال بن كيران. حكومة كنأكد يسحب الثقة ديالو من الحكومة ديال بن كيران، لأنها حكومة وهمية، حكومة تسير بأيادي خفية، حكومة جات باش تنقلب على الثورة ديال الشباب، جات باش جميع الامتيازات اللي كان حققها المغرب أنها تلعب عليها. حقوق المرأة تدمات، حقوق الشباب تدمات، حقوق ديال العمال تدمات كذلك. حقوق اي حق من الحقوق اللي ناضلوا عليها احزاب قبل منهم، رغم ان عندنا حنا هناك مؤاخذات على الاحزاب اللي كانت، لكن في اطار ما كتوقع دابا فهنا الاحزاب اللي كانت قبل والحكومات اللي تعاقبت قبل كانت اهون على المغاربه وعلى الشعب المغربي من هذه الحكومه هذه. اذا كانت حكومه بامتيازات جديده، اذا كانت حكومه في عيد دستور جديد وما يوزوا له من حقوق وحريات، فحنا كنشوفوا اليوم على ارض الواقع شيء غير الذي يقال، شيء غير الذي يحكى، شيء غير اللي احنا كنا متوقعينه كشباب، شيء غير داكشي اللي كان تطلعات ديال الشعب المغربي. وما دليل الخروج بالالاف ديال المواطنين بمختلف فئات ديالهم، شباب، طلاب، عمال، اساتذه، دكاتره، معطلين، كيفما كان نوعهم وكيفما كانت توجههم السياسي والفكري والايديولوجي في هذه الساحه ديال النصر اللي شهدت مجموعه ديال المعارك ضد الطغيان والجبر. فاحنا الان كنرجعوا عاود كندوا مرت سنه على الخروج ديال الشباب للشارع وازيد من سنه، وحنا مازال في ظل هذا الاستبداد وهذا المخزن اللي كيتكلم بحكومه جديده بلسان حزب جديد بلسان ايديولوجيا جديده قديمه اللي هي المخزن المغربي. اللهم ان هذا منكر، وحنا كمجموعه سلميه للاطر المجازه المعطله كندينوا وكندوا بهذا العمل الجبان ديال هذه الحكومه اللي هي مجرد اله قمعيه لاسكات صوت الشعب واسكات صوت الشباب بصفه عامه. تحيه نضاليه عاليه